صباح الخير مشاهدي الكرام أينما كنتم تتابعوننا، وأهلا ومرحبا بكم إلى جلسة الأعمال وحلقة جديدة وقصص اقتصادية نصحابكم فيها إن شاء الله حتى 11 بتوقيت الدوحة. بدايتنا من الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية قبرص، تتبعها زيارة دولة إلى الجمهورية اليونانية، وذلك تلبية لدعوة من قادتها. سيجري سمو أمير البلاد المفدى خلال الزيارتين مباحثات مع رئيسي هذين البلدين الصديقين وكبار المسؤولين فيهما، واليوم نناقش أبعاد هذه الزيارة وما ستشمله من توقيع اتفاقيات على هامشها. في قصتنا الثانية، تنطلق اليوم في الدوحة قمة جوجل كلاود للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق المنطقة السحابية في قطر. يجمع هذا الحدث الرائد نخبة من الخبراء والمتخصصين للتعاون فيما بينهم لمناقشة أحدث اتجاهات التكنولوجيا واستعراض وجهات النظر المختلفة والوقوف على مستقبل السحابة في الدولة والمساهمة في جلب الابتكار إلى المنطقة وتعزيز قابلية التوسع في هذا المجال. وسنكون معكم في نافذة مباشرة من القمة والزميلة رانيا خنفر للمزيد من التفاصيل. أما في قصتنا الثالثة، أعلنت قطر للطاقة أن الشركاء في تحالف مشروع حقل سيبيا قد اتخذوا القرار الاستثمار النهائي في مرحلة التطوير الثانية للحقل الذي يقع في حوض سانتوس المعروف بغزارة الإنتاج قبالة سواحل البرازيل. يعتبر المشروع ثمرة شراكة بين شركة قطر للطاقة وكل من توتال إنرجيز وبتروناس وبتروغال البرازيل وبتروبراس وهي المشغل. واليوم نناقش أهمية هذا الاستثمار بالنسبة لقطر للطاقة ومزايا هذا الحقل. في موضوعنا الرابع سنذهب بكم إلى البورصة القطرية ومتابعة للمؤشرات فضلا عن تحليل شامل لأداء الأسواق العالمية والخليجية. وفي قصتنا الأخيرة، تحول سهم شركة انفيديا العملاقة في صناعة الرقائق والمدرجة في وول ستريت إلى مرآة لمستقبل صناعة الذكاء الاصطناعي عالميا من خلال نمو متسارع في سعر السهم الذي ارتفع بنحو 120% منذ مطلع العام الحالي. ويعول كبار المستثمرين في الصناعة بمن فيهم المنافسون على الشركة لتصنيع أشباه موصلات قادرة على الانتقال لمرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. واليوم نبحث في هذا التطور والنمو اللافت للشركة وأسهمها ومستقبل الاستثمار فيها. مشاهدي الكرام، هذه المواضيع نبحثها مع ضيوفنا في جلسة الأعمال بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العاصمة نيقوسيا في زيارة رسمية إلى جمهورية قبرص الصديقة، تتبعها زيارة دولة لجمهورية اليونان. وكان في مقدمة مستقبلي سمو الأمير المفدى لدى وصوله إلى مطار لارانكا الدولي فخامة الرئيس الدكتور نيكوس خريستو دوليدس رئيس جمهورية قبرص. كما كان في الاستقبال سعادة السيد علي بن يوسف الملا سفير الدولة لدى قبرص، وسعادة السيد نيكولاس مانوليس السفير القبرصي لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة القبرصية والسادة أعضاء السفارة القطرية. يرافق سمو الأمير وفد رسمي. هذا وقد أكد فخامة الرئيس نيكوس خريستو دوليدس رئيس جمهورية قبرص أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى قبرص تعكس مدى التعاون القوي القائم بالفعل بين البلدين،
وقال فخامة الرئيس القبرصي في حوار مع وكالة الأنباء القطرية إن زيارة سمو الأمير المفدى لقبرص ليست مجرد احتفال بشراكتنا طويلة الأمد، لكنها أيضا مؤشر واضح على استعدادنا المتبادل لتوسيع علاقاتنا سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. هذا وتفتح زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى قبرص أولى محطات سموه آفاقا أرحب للعلاقات بين البلدين وبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي. تعود هذه الصورة إلى شهر نوفمبر من العام 2023 حين استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى فخامة رئيس جمهورية قبرص خلال زيارته الرسمية إلى الدوحة. هي إحدى تجليات العلاقة الوثيقة والمتنامية القائمة بين البلدين والتي تدعمها الزيارات المتبادلة منذ سنوات. أما الصورة الأخرى التي تجسد هذا الاعتزاز بالتقارب فإنها تطالعك عند زيارتك إلى العاصمة نيقوسيا، حيث يصادفك شارع باسم دولة قطر في أكثر المناطق حيوية بالبلاد، وتحيط بك حديقة محاذية أطلق عليها اسم الدوحة، وهو ما يجسد في جانبه الآخر الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون والشراكة إلى آفاق تلبي التطلعات الطموحة على الصعيد الثنائي، والتي ينتظر أن تشهد انطلاقة أكثر شمولية مع زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى جمهورية قبرص. يعود تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى العام 2001 فيما سجل العام 2007 افتتاح سفارة دولة قطر بنيقوسيا كأول سفارة خليجية بجمهورية قبرص. تنامت بعدها مستويات الشراكة بشكل سريع ولافت، وتوجت على مدى سنوات بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي التعاون السياسي، الاقتصادي، التجاري، الفني، التعليمي، القانوني، والصحي والسياسي والمصرفي والمالي، كما توفر فرصا كبيرة تضيف للاقتصاد القطري محطة ارتكاز نشطة وبالغة الأهمية وسط البحر الأبيض المتوسط، خاصة وأن الاقتصاد القبرصي أخذ انطلاقة كبيرة في عالم الاستثمار بالتكنولوجيا، وتحول هذا البلد إلى منصة جاذبة لمئات الشركات الأجنبية الرائدة في هذا القطاع. أما ما يمنح دولة قطر صفة الامتياز الاستثماري مع هذا البلد هو الرغبة المباشرة التي أبدتها جمهورية قبرص في أن تكون دولة قطر في مقدمة الشركاء الاقتصاديين على مختلف المستويات، لتستفيد الدوحة من مقدرات بلد يقع في حوض البحر المتوسط من جهة الشرق ويربط بين القارات الثلاث الأوروبية، الآسيوية والإفريقية، مشكلاً بوابة واسعة لطائفة متنوعة من الأنشطة الاستثمارية الواعدة التي مكنت قبرص من أن تكون ضمن أفضل اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي. وللمزيد من النقاش مشاهدي الكرام نرحب وياكم بالدكتور هاشم السيد الخبير الاقتصادي. صباح الخير دكتور، مرحبا بك. جولات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تحمل دائما بعد استراتيجي، اليوم
سموه يتوجه إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى قبرص وإلى اليونان. أهمية هذه الزيارة برأيك ودورها في تعميق العلاقات ما بين الدولتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نجد بأن زيارات سيدي سمو الأمير إلى العديد من الدول، ووجدنا خلال الشهر الماضي إلى شرق آسيا واليوم إلى الحوض البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص واليونان، هي عبارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين هذه الدول، وكذلك إعطاء قوة حقيقية للاتفاقيات التي وقعت في الماضي، وكذلك الرؤية الثاقبة في المستقبل وكيفية تطوير هذه العملية سواء على الجوانب السياسية والدبلوماسية أو على الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وجدنا بأن هذه الدولتين هي بوابة حقيقية لأوروبا والاتحاد الأوروبي، حيث أن عدد النسمة الموجودة في أوروبا 500 مليون شخص يعيش في أوروبا، فهي بوابة حقيقية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك نتيجة وجود فرص عديدة استثمارية سواء كانت من خلال القيود الاستثمارية في هذه الدولتين. فإذا هناك تعزيز لهذه العملية وكيفية الاستفادة الاستراتيجية لتقوية الاستثمارات القطرية في قبرص واليونان. ووجدنا ذلك العديد، قطر تستثمر أموال، وخاصة استفادت قطر خلال العلاقات الدبلوماسية التي تجاوز 40 سنة من خلال، وكذلك الافتتاح السفارات في الدولتين سواء كانت في الاتفاقيات الضريبة المزدوجة أو في الاتفاقيات الاشتراك الاستثمارية الأخرى. وجدنا كيف استطاعت قطر أن تحقق هذه، خاصة في عام 2000 عندما كانت تعاني هذه الدول من بعض الانخفاضات في الاقتصاد، واستطاعت قطر أن تستثمر أموال في هذه الدولتين بما تحقق استثمارات حقيقية وتنوع استثماري لمحفظة دولة قطر سواء كانت من خلال جهاز قطر الاستثمار أو الاستثمارات المباشرة من خلال قطر للطاقة. نعم، استثمارات قطر للطاقة كما تعلم دكتور تمتد لمختلف مناطق العالم، هي أيضا تتواجد بقوة في قبرص. أهمية هذا التواجد العالمي لقطر للطاقة خاصة في هذه المنطقة وقدرتها أيضا على التشارك مع أكبر الشركات العالمية في مشروعات الاستكشاف والتنقيب تحديدا. كما نجد بأن دولة قطر شريك موثوق به، هو مستثمر حقيقي في هذه الطاقة في هذا القطاع. وجدنا بأن كيفية استطاعت قطر أن تنمو في هذا الطاقة أو في هذه الصناعة بأن ترتفع، فلا بد من بحث كذلك على أسواق جديدة للدخول منها. وكما ذكرنا بأن قبرص واليونان بوابة حقيقية لأوروبا، فإذا هي عملية تسهيل هذه العملية، وقطر قطر تزود هذه الدولتين من خلال الطاقة النظيفة. وكذلك وجدنا هناك اتفاقيات لاكتشاف كذلك اكتشاف الغاز المسال في هذه الدولتين أو في اليونان بالأحرى. فهناك إذا مجموعة من الاتفاقيات التي تسهل العملية. وإذا رجعنا قليلا نجد بأن الأحداث الجيوسياسية أثرت على عمليات النقل والشحن وسلاسل الإمداد، وكذلك البحر الأحمر مما أثر بالمضائق والأبواب. فإذا هناك دراسة حقيقية كيفية الاستفادة من هذه العملية، كيفية تجاوز المخاطر الموجودة في هذه المنطقة، كيفية دراسة تمديد النفط الغاز المسال القطري من خلال الأنابيب إلى قبرص. فإذا هناك العديد من الاتفاقيات التي سوف توقع، وكذلك الدراسات التي تكون في المستقبل لتعزيز المنتج القطري سواء من خلال الغاز المسال. أيضا دكتور، قطر وقبرص تتشاركان في الاهتمام بعدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها الشحن، التكنولوجيا، السياحة. كيف يمكن أن يتم تعزيز هذا التعاون في هذه المجالات؟ نجد بأن قبرص استطاعت خلال الفترة الماضية، قلنا بعد ما يعني الانخفاضات التي كانت في عام 2000 أخذت بوضع رؤية حقيقية، لديها رؤية في 2035 كيفية التحول واستقطاب الاستثمار الأجنبي. استطاعت جمهورية قبرص باستقطاب العديد من الاستثمارات حتى أصبحت رابع دولة على أوروبا في قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وكذلك رقم 11 على مستوى العالم في استقطاب الاستثمارات
الاستثمارات الأجنبية إلى قبرص، وجدنا هناك قطاعات متنوعة وقطر استطاعت أن تستثمر في هذه القطاعات. نبدأ بالقطاعات الأول شيء السياحية هي والفنادق والعقارات، فقطر تستثمر في هذا القطاع بشكل مميز، وكذلك القطاع التكنولوجي والقطاع البنكي، فإذا هناك استثمارات حقيقية في هذه القطاعات. ولا ننسى بأن الدولة يعني جمهورية قبرص تتمتع كذلك في عملية النقل والشحن وكذلك صناعة السفن، وهذه كانت بوابة حقيقية لدولة قطر أن تستثمر في هذه المجالات، ووجدنا كيفية لها وزن حقيقي، ويعتبر وهو المورد كذلك يعتبر من أكبر الموردين لقبرص في عملية الغاز المسال. فإذا هناك العديد من الشراكات الحقيقية والاستثمارات لدولة قطر في جمهورية قبرص. أيضا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سيتوجه بعد قبرص إلى اليونان، كيف تقيم اليوم حجم وطبيعة العلاقات ما بين البلدين، آفاق تنميتها على هامش زيارة سمو أمير البلاد المفدى؟ بعد تعزيز العلاقة بين الدولتين وانطلاقة السفارة بين الدولتين في 2008-2009 استطاعت أن ترسم العلاقة الحقيقية، سواء كانت من خلال القطاع الخاص والقطاع من خلال الاتفاقيات ورجال تبادل رجال الأعمال في الكثير من الاتفاقيات، كان هناك دور حقيقي لحكومة دولة قطر أن تكون هناك علاقة استراتيجية بين هذه الدولتين. وجدنا هناك استثمارات قطرية موجودة في والتبادل التجاري تتجاوز 897 مليون ريال سنويا، التبادل التجاري كان في 21، وكذلك هناك شركات يونانية موجودة في قطر، عدد كبير من الشركات اليونانية تجاوز 64 شركة موجودة في قطر، قد تكون 8 شركات مملوكة بالكامل لليونان، ولكن هناك شراكة قطرية يونانية في 54 شركة تقريبا، فإذا هناك علاقة حقيقية في هذه. بالإضافة لا يجب أن لا نجهل بأن قطر تستثمر في ميناء من المواني المهمة في اليونان، التي هو عبارة عن ميناء لعملية الشحن والنقل وربط العالم في هذه المنطقة، فإذا قطر تستثمر أموال في هذه المنطقة في اليونان، وكذلك قطر لديها رؤية حقيقية في الاستفادة من العمالة المهرة، يعني هم يتمتعون بعمالة مهرة جدا عالي وخاصة في مجال التكنولوجيا والتقنية، وأعتقد أن هذه تتماشى مع رؤية قطر 2030 لتعزيز عملية التكنولوجيا والرقمنة، وكذلك تعزيز استقطاب العمالة الماهرة لدولة قطر حتى نستطيع أن نمشي في تنوع اقتصادي وتنمية مستدامة. لاحظ دكتور اليوم يعني قبرص واليونان تعتبر ضمن المنظومة الأوروبية اقتصادات ناشئة. صحيح. قطر لديها استثمارات في كل الدول الأوروبية كما تعلم، اليوم الدخول في اقتصادات ناشئة في هكذا شركات مهم بالنسبة لقبرص واليونان باعتبارها هناك فرص كبيرة جدا بالنسبة لهاتين الدولتين. صحيح، احنا نجد الجهاز قطر الاستثمار وكذلك الصندوق السيادي الذي ارتفع في الفترة الأخيرة إلى مستويات 510 مليار دولار، هذه دائما تضع استراتيجيات حقيقية في التنوع الاستثمارات وقطاعات مختلفة، وكذلك تقليل المخاطر، لأن هي صندوق للأجيال القادمة ولتعزيز مكانة قطر الاستثمارية والمالية. فإذا وجدنا استثماراتنا موجودة هناك في القبرص واليونان هي متنوعة، تقف على استثمارات في الجانب العقاري وكذلك في الجانب المالي وكذلك في التكنولوجيا وفي المواني وفي الشحن، وإذن هي سلة متنوعة، وهذه النقطة الأساسية الرؤية الحقيقية أنها دول ناشئة تطلع إلى إيرادات مرتفعة، قيود استثمارية بسيطة جدا ليست معقدة أو لها ثقل على المستثمر الموظف أمواله، خاصة في عملية كما ندرك في عملية الاستقرار الجميل جدا في اليونان وقبرص أنها مرتبطة بالعملة اليورو بعملة اليورو المستقرة، إذا ليست هناك مخاطر عالية جدا في الاستثمار أو توظيف المباشر من خلال اليورو، فإذا هناك مجموعة وهي ترتبط دول ناشئة تطلع إلى أرباح معينة وإلى تقليل معدلات المخاطر، وأعتقد أنها تتماشى بين رؤية قطر 2030 وكذلك رؤية قبرص 2035. دكتور هاشم السيد الخبير الاقتصادي، كل الشكر لك على هذه المعلومات. شكرا لك دكتور.
إلى موضوع آخر مشاهدي الكرام، أعلنت قطر للطاقة أن الشركاء في تحالف مشروع حقل سيبيا قد اتخذوا قرار الاستثمار النهائي في مرحلة التطوير الثانية للحقل الذي يقع في طبقات ما قبل الملح في حوض سانتوس المعروف بغزارة الإنتاج قبالة سواحل البرازيل. يعتبر المشروع ثمرة شراكة بين شركة قطر للطاقة وكل من توتال إنيرجيز وبتروناس وبتروغال البرازيل وبتروبراس المشغل. وتمثل قرار الاستثمار النهائي هذا بتوقيع عقد مع شركة سيتريوم لبناء منصة عائمة لإنتاج وتخزين وتحميل النفط في المياه العميقة جدا في الحقل النفطي بطاقة إنتاجية تبلغ 225 ألف برميل من النفط يوميا وبقدرة معالجة للغاز المنتج تبلغ 10 ملايين متر مكعب يوميا. ومن المتوقع أن تعمل هذه المنصة على خفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30% لكل برميل نفط مكافئ يتم إنتاجه. ويعزى هذا التخفيض إلى مزايا الاعتماد على المحركات الكهربائية بشكل كامل، فضلا عن التحسينات في وحدات المعالجة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة. كما تتضمن المنصة العديد من التقنيات البيئية مثل استعادة الغازات المتبخرة من ناقلات شحن النفط ووحدات المعالجة واستخدام مبدلات السرعة في المضخات والضواغط. وسيتم بناء المنصة العائمة لإنتاج وتخزين وتحميل النفط في أحواض بناء السفن في كل من البرازيل والصين وسنغافورة. وستكون المنصة الثانية في الجزء الشمالي من حقل سيبيا إلى جانب المنصة الحالية كاريوكا. وللمزيد من النقاش مشاهدي الكرام، يسعدنا أن نرحب بالمهندس عبد العزيز الدليمي الخبير في قطاع الطاقة. صباح الخير مهندس عبد العزيز، ما الذي يعنيه قرار الاستثمار في مرحلة التطوير الثانية في حقل سيبيا البرازيلي عبر قطر للطاقة؟ ما هي العوامل التي تحدد هكذا قرار؟ صباح الخير أخ مروان وللأخوة المشاهدين. طبيعياً كأي مشروع آخر هناك العديد من العوامل التي تؤثر في اتخاذ مثل هكذا قرار. أولاً هناك عوامل داخلية بالنسبة للمشروع ذاته، ثانياً هناك عوامل خارجية، ثالثاً هناك عوامل خاصة بالموقع، رابعاً هناك عوامل خاصة بالمستثمر ذاته. فيما يتعلق بالمسألة الأولى اللي هي العوامل الداخلية للمشروع، في المشروع الذي نتحدث عنه فهناك طبعا أول شيء النواحي الفنية التي تتمحور حول إمكانيات الإنتاج وحجم المخزون النفطي في هذا الحقل، ومن ثم طرق استخراج هذا النفط وتكلفة ذلك الاستخراج سواء من الناحية الرأسمالية أو من الناحية التشغيلية. فهذه عوامل داخلية داخل المشروع، فيها نواحي تقنية وتكنولوجيا وفيها نواحي تكلفة، كل ذلك يصب في القرار حول هذا العنصر المهم اللي هو العوامل الداخلية. هناك عوامل خارجية أيضا بالنسبة للمشروع التي تبتدئ بمثلا بيئة إنتاج النفط في العالم، تكلفة الإنتاج عالميا في مقابل هذا المشروع، سعر النفط الذي يناط به الدخل من هذا الحقل كم سعره، بحيث أنه لما ننتج يعني بكم نتوقع أن نبيعه، وبالتالي المقارنة بين هذا السعر وتكلفة الإنتاج.
كل ذلك يدخل في أيضا العوامل الخارجية التي أيضا منها هل أن هذا النفط سوف يتم الاستفادة منه داخليا في نفس المنطقة ولا أيضا يتم تصديره للخارج. هناك عوامل أيضا خاصة بالموقع، لما نتحدث عن موقع نحن نبحث جميع ما يترتب على هذا الموقع، في البداية النواحي الجيوسياسية، النواحي الأمنية، النواحي اللوجستية، تحويل الأموال، كل ذلك يعني طبعا يدخل في عوامل القرار في حيثيات المشروع. أخيرا ما يتعلق بالمستثمر ذاته، أول شيء رغبته وقدرته المالية والفنية في الدخول في هكذا مخاطرة وهكذا استثمار، وكل ذلك لما ننظر إلى قرار قطر للطاقة في تمت مراجعة تلك العوامل وغيرها، وبالتالي نحن مطمئنين إلى أن القرار قد تم أخذه بهذه الأرضية وبهذه الخلفية، ويجدر الإشارة إلى أن كون وجود شركاء عالميين ذوي سمعة طيبة يجعل أيضا هم راجعوا تلك العوامل واتخذوا نفس القرار، بما يؤدي إلى الاطمئنان إلى صحة هذا القرار والمضي قدما. وأحدى من العوامل لما نتكلم عن إنتاج 225 ألف برميل في اليوم، فهذا يعني أنه سنويا يمكن أن يكون دخل المشروع الدخل الكلي في حدود مليار ونصف مليار دولار من هذا المشروع أو أكثر قليلا، ومن ثم النظر مقارنة ذلك بالتكاليف الرأسمالية والتشغيلية والأرباح المتوقعة في مثل هكذا مشروع. كل هذه تأتي ضمن العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار. طيب، هناك أيضا تفاصيل تتعلق بتقنية خفض الانبعاثات من منصة حقل سيبيا البرازيلي، نود أن نشرح هذه الآلية، دورها في خفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. كما نعلم الآن جميعا مطلب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هو مطلب عالمي، ويتم متابعته من قبل كل المستثمرين في مجالات الطاقة شرقا وغربا شمالا وجنوبا. تجدر الإشارة أن قطر للطاقة تأخذ الإجراءات اللازمة في مشاريعها في قطر، خصوصا في مشاريع الغاز، تأخذ الإجراءات اللازمة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مشاريعها في قطر، وبالتالي كما هو معلوم فإنها سوف تأخذ نفس الإجراءات في مشاريعها في العالم، وأيضا شركاؤها مهتمون بهذا الجانب. وفي هذا المشروع فيبدو أنه النواحي الفنية والتقنية سوف توفر، سوف تعمل على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذا المشروع بحدود 30% مقارنة إذا لم يتخذ أي إجراءات في هذا الإطار. وهذه الإجراءات طبيعيا تبتدئ من أول شيء وأهم شيء هو كفاءة الإجراءات وسلامة يعني الإجراءات من حيث التقنية، التكنولوجيا، كفاءة كل المؤشرات، استخدام كما ذكرتم الطاقة الكهربائية بدلا عن الطاقات الأخرى في المحركات وفي إنتاج الكهرباء والاستفادة منها في عمليات الإنتاج، وأيضا في كفاءة الأجهزة والمعدات التي يتم الاستفادة منها في عمليات الاستخراج، إضافة إلى ذلك جمع ما يمكن جمعه من انبعاثات الغاز الناتجة والتفاعل معها بشكل أو بآخر لكي يتم في النهاية تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذا المشروع. كيف يمكن تعزيز هكذا استثمارات من الخبرات المتراكمة لقطر للطاقة، كونها اليوم ليست يعني فقط منتج محلي وإنما تتواجد في أسواق مختلفة كشريك استثماري دولي موثوق؟ كما يعلم الجميع قطر مرت عبر مراحل مختلفة، عند اكتشاف النفط وبدء الإنتاج كان القائمين على عمليات الإنتاج شركات أجنبية وأخصائيين في مجال إنتاج النفط في جميع مجالات التي يحتاج لها الإنتاج، سواء النواحي الجيولوجية والهندسية وحتى المالية والإدارية، كان كلهم أجانب
كانت شركات أجنبية وكان المختصون كلهم أجانب. كانت مساهمة قطر في ذلك الوقت في البداية كانت في العمالة غير المدربة. انتقلت قطر من تلك المرحلة إلى مرحلة تعزيز الوجود القطري في تلك المؤسسة المهمة وهي عصب الاقتصاد القطري. ومع مرور الوقت وأيضا عبر أيضا ما تم من تأميم النفط في ذلك الوقت صار في زيادة في الاهتمام بالكوادر القطرية بتدريبهم، بعثهم في بعثات خارجية للتحصيل على أعلى درجات الشهادات سواء في النواحي الجيولوجية والهندسية وحتى الإدارية والمالية وما إلى ذلك من جميع التخصصات التي يحتاج إليها القطاع النفطي. مرت قطر في تلك المرحلة ودخل المهندسين والجيولوجيين والأخصائيين في هذا المجال وتدرجوا في اكتساب الخبرة، وتدرجوا بذلك من بداية العمل في الحقل، وكنت أنا من ضمن المهندسين الذين بدأوا بالحقل، ومن ثم اكتسبت قطر للطاقة خبرات تراكمية جعلتها تستطيع أن تقوم الآن بإدارة صناعة النفط في داخل قطر بشكل مميز وبشكل محترف. هذه الخبرات التراكمية تم الاستفادة منها في الدخول في استثمارات خارجية. كما يعلم الجميع عندما يكون لديك فائض نتيجة لإنتاج النفط والغاز تريد أن تستثمر الفائض من تلك الأموال بطريقة ذكية وبطريقة صحيحة وسليمة التي تعود بالنفع على الأجيال في السنين والعقود القادمة. ولذلك أهم ما يميز هذا الجانب في صناعة النفط أن اكتسب الكادر القطري بكافة مستوياته على المستوى العمالة المدربة وعلى مستوى رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات وأيضا القيادة العامة والقيادة الكبيرة تم اكتساب خبرات جعلتهم يستفيدوا حتى في مسائل المفاوضات وفي مسائل الاكتساب الحقوق وما إلى ذلك، محاولة الحصول على أفضل الشروط سواء في التفاصيل الفنية للعقود اللي داخل قطر، وأيضا كل ذلك تم الاستفادة منه في العقود خارج قطر والدخول في مشاركات مهمة وعالمية شرقا وغربا شمالا وجنوبا. استفادت تلك الخبرات من الدخول في تلك الصناعة، والآن تواجد قطر تواجد قوي في عديد من القارات، منها هذا المشروع الذي تم الحديث عنه وهو مشروع واعد ويمكن أن يؤدي إلى أرباح جيدة بالنسبة لقطر الطاقة. ولدينا أيضا مشاريع في أمريكا في تكساس وفي البحر الأبيض المتوسط وفي ناميبيا وغيرها من البلدان التي دخلت فيها قطر، وكان عديد من تلك الخبرات المكتسبة والمتراكمة أدت إلى أن العديد من هذه المشاريع تكون يعني نرى نتائجها الإيجابية اليوم، ومن ضمنها هذا المشروع الذي تم الحديث عنه. فإذا خبرة تراكمية مميزة تستفيد منها قطر بطريقة جيدة وبطريقة يعني تعيد بالنفع للبلد عبر الأجيال القادمة. اليوم مهندس، يعني ما مدى حاجة قطاع الطاقة عالميا اليوم لضخ الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة التي تشير أحدث الدراسات إلى تراجع وتيرتها عالميا خلال الفترة الحالية؟ طبعا ممكن أن نطرح سؤال قبل ذلك، وهو لماذا التراجع؟ السبب في التراجع أن هناك يعني رأيين متباينين فيما يتعلق بالطاقة الأحفورية. فرأي يقول أنه مثلا لما نصل إلى عام 2050 يجب أن يكون هناك صفر انبعاثات لثاني أكسيد الكربون، وإذا أردنا أن نفعل ذلك فلا بد من الحد من الطاقة الأحفورية. ورأي آخر يقول أنه يمكننا أن نصل بزيرو بانبعاثات صفرية في ذلك الوقت باتباع الطرق التي يعني جزء منها ذكرناه سابقا في الحد من الانبعاثات، وأيضا تطوير ذلك والاستمرار في تطوير الحد من الانبعاثات. فنتيجة لتباين
وجهة النظر فيما يتعلق بمستقبل الطاقة الأحفورية، بعض الشركات ترى أنه لعلها الأفضل لها أن تستثمر في الطاقة المتجددة ويكفيها ذلك. لكن الدراسات المعمقة والتي تجريها العديد من الشركات على أن لأن الطاقة المتجددة لا يمكن أن تسد مكان الطاقة الأحفورية بالكامل. فنعم هناك سوف يكون تطور وزيادة في حجم الطاقة المتجددة، ولكن دائما سوف يكون هناك الحاجة للطاقة الأحفورية. وجزء من السبب في ذلك أن لدينا نمو مستمر في العالم كله للطلب على الطاقة، فهناك شغل وعمل وبرامج للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليله، وأيضا الاستفادة من برامج لحقن ثاني أكسيد الكربون أو لبرامج للاستفادة من ثاني أكسيد الكربون بطريقة أو بأخرى في مشاريع يمكن أن تدر أرباحا أيضا. لكن هناك أيضا زيادة في الطلب على الطاقة، يعني عندك بلدان زي الصين الذي معدل النمو عندهم ما زال في مرتفع في حدود 4 إلى 5%، عندك بلدان زي الهند وهي بلدان ضخمة من حيث العدد النمو فيها في حدود 5% أكثر شوية وأقل، وعندك بلدان زي البرازيل أيضا وبلدان الدول النامية في أفريقيا التي الآن دخلت على عمليات النمو، وزيادة النمو تعني زيادة الطلب على الطاقة. فماذا تفعل بإزاء زيادة الطلب على الطاقة في حين أن الطاقة المتجددة لا يمكن أن تغطي احتياجات بالسرعة المطلوبة في البلدان المختلفة؟ فإذا حتى وإن كان هناك نوعا من الاستقرار وعدم النمو الكثير، يعني هو ما زال الجميع يتكلم عن نمو الطلب على الطاقة الأحفورية خلال 10 سنوات القادمة، لأن بعد 10 سنوات القادمة هل يتم أن تبتدي تتراجع ولا تستقر وتمضي في نفس المستوى؟ هذا يعني راجع لمسائل متعددة، مسائل الطلب على الطاقة في البلدان النامية كما ذكرنا والبلدان اللي ذكرناها، وأيضا يعود إلى التقدم التكنولوجي. يجب ألا نغفل هذا العامل جدا مهم. يعني لربما خلال هناك أبحاث تجري الآن في العديد من البلدان بكيفية التعامل مع ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى طاقة، مثلا بدل ما يكون هو يعني حالة سلبية يمكن أن يكون حالة إيجابية. لقد مررنا بتجربة شبيهة بذلك وهو موضوع إنتاج الهيدروجين. إنتاج الهيدروجين في مرحلة من المراحل كان مكلف ولا يمكن أن ننتجه لكي نستفيد منه بطريقة تجارية، خصوصا أن الهيدروجين هو لو استفدنا منه كطاقة فهو طاقة نظيفة 100%. لكن هذه التجربة الآن تكاد تؤتي أكلها، والآن أصبح من ضمن عديد من الدول من ضمن برامجهم مسألة الطاقة الهيدروجين، ويمكن تحويله إلى جرين أمونيا وما إلى ذلك. نفس الفكرة أيضا يمكن أن تنطبق على ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي خلال يمكن 10 سنوات يتم التعامل مع ثاني أكسيد الكربون لا على أساس أنه هو مشكلة فقط، وإنما هو فرصة يمكن التعامل معها إيجابيا بحيث يمكن أن نستفيد من هذا ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي مسألة الحد من الاستفادة من الطاقة الأحفورية يمتنع في ذلك الوقت، ويمكن الاستفادة من ثاني أكسيد الكربون. وبالتالي إذا التطلع إلى المستقبل الطاقة الأحفورية، خصوصا أنه أيضا لدينا استفادة من النفط والغاز بمسائل غير عن استفادة منه كطاقة التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون. ولذلك الاستكشافات في مجال الطاقة الأحفورية خصوصا النفط أعتقد أنها سوف تستمر، ولا أعتقد أنها إذا تراجع بعض الشركات وبعض الجهات في بعض الأماكن نتيجة للتخوف مما يتم الحديث عنه حول مستقبل الطاقة الأحفورية، فإن ذلك لن يحد من الاستفادة والتمدد وأيضا نمو الطاقة الأحفورية والاستفادة منها على مدى عقود عديدة. مهندس عبد العزيز الدلامي الخبير في قطاع الطاقة، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. شكرا جزيلا.
والآن مشاهدي الكرام نستعرض وإياكم أداء البورصة القطرية وأسواق المال الخليجية والعالمية. بدايتنا مشاهدي الكرام مع الأسواق الأسيوية والتي افتتحت تداولات اليوم على هدوء مع محدودية الفارق بين سعر العرض والطلب وتراجع الدولار قبل صدور مجموعة من بيانات التضخم التي يتوقع أن تؤثر على اتجاه السياسة النقدية العالمية. نتابع وإياكم افتتاحات الأسواق الأسيوية. النيكي 38883 نقطة منخفض، هانغ سينغ 18813 و16 نقطة أيضا منخفض ب16%، وكوسبي 2722 نقطة مع انخفاضات أيضا تسجل. بالانتقال إلى أسواق أوروبا، المؤشرات أغلقت على ارتفاع طفيف يوم أمس مع تراجع عوائد السندات الحكومية في ظل احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وذلك رغم ضعف التداول بالتزامن مع عطلات بعض الأسواق العالمية الرئيسية. نتابع أغلاقات أوروبا، داكس الألماني 18818 نقطة مرتفع ب13%، فوتسي كما نتابع 8315 نقطة، هذه الافتتاحات، وكاك 40 يسجل 8131 نقطة ومنخفض أيضا. بالنسبة للأسواق الأمريكية والتي كانت في عطلة أمس الاثنين تستأنف تداولاتها هذا اليوم وسط ترقب للمؤشرات الخاصة بأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ومدى قدرتها على تغيير اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال العام الحالي. هذه آخر إغلاقات لأسواق أمريكا، داو جونز 39069 نقطة، الـS&P 5304 نقاط، والناسداك يسجل 16920 نقطة مع ارتفاعات بأكثر من 1%. الأسواق الخليجية، تراجعت الأسواق الأسهم في منطقة الخليج وسط حالة من الحذر بين المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في حين أنهى مؤشر دبي سلسلة خسائر استمرت لثلاث جلسات. افتتاحات أسواق الخليج اليوم، السعودية منخفضة 16% عند 11831 نقطة، دبي 4031 نقطة مرتفع ب 11%، وأبو ظبي مع انخفاضات عند 8829 نقطة. السوق الكويتي كما نتابع ارتفاعات ب 13% 7745 نقطة، البحرين مرتفع عند 2025 نقطة، ومسقط 4800 ونقطتين. بالانتقال إلى بورصة قطر، أغلقت يوم أمس على انخفاض في نهاية جلسة يوم الاثنين، سجلت خسارة هي الرابعة على التوالي وسط سيولة مرتفعة نسبيا مقارنة بجلسة يوم الأحد. تصدرت أسهم قطاع البنوك قائمة التراجعات، وهذه نظرة على افتتاحات اليوم، 9324 نقطة منخفض، انخفاضات طفيفة المؤشر حتى اللحظة، حجم تداول يقترب من 20 مليون سهم، قيمة هذه الأسهم 57 مليون، حوالي 58 مليون ريال قطري مع تنفيذ 2834 صفقة. ننتقل إلى القطاعات، النقل مرتفع 0.25%، 4983 نقطة، الصناعات 3904 نقاط مرتفع أيضا قطاع الصناعة، البنوك منخفض ب 14%، والعقارات 15% مع 1637 نقطة المؤشر. هذا قطاع الاتصالات مع انخفاضات ب 13%، البضائع والخدمات الاستهلاكية يقترب من 17 وحوالي 19% انخفاضات في قطاع
التأمين. الشركات الأكثر من ناحية النشاط كيو أم بي نفذ عليه 11,299,000 ريال، فودافون نفذ عليها حوالي 5 ملايين ريال، 4 مليون ريال في الرعاية، والتجاري 3,500,000 ريال حتى هذه اللحظات. أما الشركات الأكثر من ناحية الارتفاع، صندوق مؤشر بورصة قطر يرتفع بحوالي 2%، الدوحة للتأمين نتحدث عن 1.17%، المناعي 1.16% ارتفاعات، ووئدام 1.14%. أما الشركات المنخفضة أكثرها كان في العامة للتأمين مع حوالي 4%، قطر للوقود 1.3%، البنك التجاري 1.25%، وكذلك الأمر بالنسبة للخليج التكافلي مع 1.25%. للمزيد من النقاش مشاهدينا الكرام نرحب بضيوفنا أحمد عقل المحلل والخبير المالي، ونرحب أيضا من البورصة القطرية بالسيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية. مرحبا بكم ضيوفنا. سيد يوسف، ما زال إذن المؤشر يواصل التراجع، اليوم نحن عند أدنى مستوى في 7 شهور، ما هي العوامل التي تتحكم في السوق اليوم، وهل من مجال لعودة المؤشر للمكاسب قريبا؟ أولا أصبح عليكم وعلى مشاهدين الكرام. بالنسبة للتراجعات التي شهدت بورصة قطر خلال 4 جلسات ماضية واستمرارها في التراجع هذا اليوم، يعني هناك عدة أسباب قد تكون خارجية وقد تكون داخلية في ذلك. إذا دققنا أكثر نرى أن الأسباب الخارجية هي يعني ارتفاع الودائع والفدرال الأمريكي، عدم التأكيد بخفض الفدرال، كذلك الأمور تتعلق بالقلاقل الموجودة خارجيا بما في المنطقة الجيوسياسية، هذا واحدة من الأمور التي تضغط على الأسواق المالية من ناحية. وكذلك إذا دققنا أكثر داخليا نرى هناك بيانات ينتظرها المستثمرون في الشركات لم تذكر أو لم يعني يعلن عنها بدقة، باستثمارات بدخولها، بيانات استثمارية داخلية لهذه الشركات حتى تعطي المستثمر نوع من التأكيد بالحفاظ على السهم أو شرائه وتعزيزها. هذه البيانات قد تعطي فقط في حالة النص سنوي، يعني هناك انتظار لمدة شهر ونص أو شهرين حتى شهر 7 لما يأكد كل شركة بياناتها النص سنوية عن طريق المدقق. لماذا هذا الانتظار في هذه الناحية؟ قد تدفع المستثمرين اما بالبيع في حالة النزول كما نشهد او الخوف من التراجعات المستمرة في ذلك. واهم اضف الى ذلك الشائعات الموجودة في الاسواق موجودة وقد تعطي دافع قوي على ان السهم قد يتراجع في ذلك، وهذا حالة نفسية متوفرة في كل الاسواق من ضمنها سوق قطر. هذه واحدة من العاملات التي تأثر في السوق القطري. لكن إذا دققنا من المستخدم من الذي يبيع ما هي، نلاحظ هناك يعني استثمارات خليجية
تخرج، وهناك كذلك استثمارات أفراد ومؤسسات قطرية تخرج وتدخل في أسواق أكثر ربحية كما نلاحظ في الأسواق الأوروبية والأمريكية، وكذلك حتى الأسواق القابلة للنمو بأكثر. وهذا ما لاحظناه من بعد المونديال 22، السيولة الموجودة تخرج بحيث أن لاحظنا على بين فترة وفترة إلى هذه الأسواق العالمية التي تعطي نمو وارتفاعات ملحوظة جدا في خلال السنتين الماضيين. هذه من العوامل التي يحد فيها المستثمر في طبعا عدم تأكيده في الدخول في الوقت الحاضر، وينتظر الفرصة متى يرجع. وهذا قد نلاحظه وقد نلاحظ خلال الشهرين أو خلال الفترة القادمة قد يكون له فرصة سانحة ببيع استثمارات الموجودة خارجية ويدخل في السوق في حالة الانخفاض المستمر في بورصة قطر. أنا أتوقع هذه الأموال التي خرجت وهذه الاستثمارات التي يعني قد تتنفذ حيكون فرصة سامحة لدخول من جديد لهذه الأموال من جديد إلى أسواق القطرية، لأنها مغرية جدا في الشراء ووصلت مرحلة قد لا نراها من يعني أكثر من 2000 حتى 2020 في أسعارها. أسعار البنوك فعلا بإعطائها وأرباحها مغرية جدا في هذه المرحلة. توقعاتي يعني حيكون فيها مردودة خلال قد تكون في الفترات القادمة ارتفع جدا أو في حتى قبل نصف إعلان النصف الأول من 2024. نعم سيد أحمد، المؤشر بعد أن كان يحاول الصعود أعلى من مستويات 10,000 نقطة يتخلى بسهولة عن عدد من مستويات الدعم، ما هي التوجهات الفنية للمؤشر؟ هل يمكن أن يتخلى أيضا عن 9,000 نقطة؟ ممكن، بالنهاية بأسواق المال كل شيء جائز، خاصة في ظل هذا الضغط الغير مسبوق أو الغير مبرر بالنسبة لكثير من الأسهم. عم نشوف نحن ضغط على بعض الشركات، عم نشوف كيو ام بي سجل مستويات اقل من مستويات كورونا، يعني هو اقل مستوى منذ ابريل تقريبا 2018. نحن عم نحكي عن مستوى كسر فيه مستوى 13 ريال. صناعات قطر عم نشوفه ايضا يقترب من مستويات 11 ريال، البنك التجاري ايضا اقل مستويات منذ 2020 مستويات قريبه من 3.9 أو 3.8، وبالتالي عم نشوف حتى مستويات مثلا بنك الدوحة عند مستويات قريبة من 2004 أو 2005، يعني 20 سنة تقريبا. فيعني هناك العديد من الشركات اللي عم تحقق مستويات سعرية منخفضة، وبالتالي كل شيء جاهز. إذا بدنا نحكي بشكل سريع دعم فني، نحن الآن عند مناطق مهمة جدا، مستويات 9300 تقريبا أساسية ومهمة جدا. في حال كسرة في عندنا مستوى 9150 ل 9200، مع كسرة بعتقد أنه نعم قد نذهب لزيارة 8800 في حال كسر هذه المستويات وبسيولة قوية. هيدا عم نحكي كنقاط دعم أساسية. أما في حال عودة الارتفاع مرة أخرى، فتخطي مستوى 9400 بيخدنا إن شاء الله لمستويات 9600، ومن ثم مستوى 9800 اللي بنعتبره مستوى مهم على المدى القصير، اللي في حال تخطيه بنتوجه لل 10,000 ثم 10,200 كهدف أيضا قادم في حال الصعود. وبتخطي يعني تتجه الأمور إلى نقاط أعلى تبدأ من 10,500 لل 10,800. بكل الأحوال المستويات كلها اللي عم نحكي عنها خلينا نقول بعيدا الآن نوعا ما، عندنا هلأ مستوى 9,300 عدم الإغلاق أسفل هذا المستوى يوميا وأسبوعيا بيكون جيد، بنكون وصلنا لمستوى خلينا نقول اتجاه عرضي بآخر أيام من بعد ما كنا عم ننخفض. يعني نحن إذا بنشوف الخميس والأحد كان عندنا انخفاضات قوية، امبارح كانت الانخفاضات أقل أو كان التوجه جيد نوعا ما مقارنة مع الأيام السابقة. فخلينا نشوف أيضا اليوم في بعض الهدوء وفي تذبذب حتى الآن. أنا بعتقد أنه الأسبوع الحالي أسبوع مهم جدا، نحن عنا مع نهاية الأسبوع الحالي تطبيقات لمؤشرات مورغان ستانلي أو بداية الأسبوع القادم عنا تطبيق لمؤشرات مهمة، وبنفس الوقت رح نكون دخلنا بالشهر الأخير من الربع الثاني، واللي عادة بكون هيدا الربع فيه توجه وإعادة تمركز لكثير من المحافظ. وما ننسى أيضا أنه
في يعني خلينا نقول فرص استثمارية أصبحت موجودة بشكل أساسي. أنا برجح أنه نحافظ حتى الآن على مستويات 9.9 و200، ولكن في حال كسرة قد نذهب بزيارة سريعة على مستويات 8 و800، مستوى دعم أساسي ومهم جدا، ما بتصور أنه من السهولة كسره بالوقت الحالي في حال لا سمح الله وصلنا له. سيد يوسف، أسهم عديدة داخل السوق باتت اليوم عند أدنى مستوياتها منذ فترات طويلة، ألا يشكل ذلك برأيك فرصة للاستثمار في هذه الأسهم؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى العديد من المستثمرين نعم هي فرصة مقتنعين في ذلك، ولكن ما الذي يضمن بقاء ثبات المؤشر العام ودون تسجيله أي تراجعات أقصى مما تابعناها؟ يعني حتى ندعم السوق يعني لابد من دخول سيولة قوية في هذه الشركات. هناك شركات وصلت إلى مستويات جدا مغرية، إذا دققنا أكثر نرى يعني البنوك في حد ذاته، قطاع البنوك، بنك رئيسي، بنك QNB القطري، يعني وصل مرحلة لم نراها من 2020، وكذلك البنك التجاري مرحلة يعني يعتبر فعلا جذابة، وهم كذلك بنوك زي الدوحة وغيرها. هذه البنوك يعني أعطت يعني فرصة سامحة لبعض الصناديق، يعني هناك صناديق يمكن دخولها واستثمارها، صندوق التقاعد يمكن دخولها، صندوق كذلك الموجود في البورصة صندوقين يمكن استثمارها ودخولها في هذه الشركات بهذه السعر. إذا توفرت السيولة ودخولها بهذا حيحد من النزول وحيعطي دافع قوي جدا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات بنفس المستوى بدخولهم والمحافظة عليها. هذه ناحية. كذلك الناحية المطلوب من هذه الشركات بالأخص هي وضع خطة مستقبلية لاستمراريتها، لا بد يوضح للمستثمرين أنها لا تعاني من أي آثار مالية أو ديون معدومة وما إليها في حالته حتى في هذه المرحلة. إذا اتضحت الرؤية حيدعم السوق وحيعطي المستثمرين نفسيا قوة شرائية والحفاظ عليها حتى يكون صادقين. أضف إلى ذلك إذا دققنا أكثر، يعني المستثمر يهمه السيولة لا تستمر في النزول أو يتحدى الخسائر الموجودة في حالة النزول السوق. صار لنا أكثر من 7 أشهر في نزول ولم يتضح إلى الآن من أي شركات سبب هذا النزول ولا عدمه، فإذا مطلوب نوعا ما ترجع الثقة لهذه الشركات إلى المستثمر، ويكون بإذن الله تعالى استقر السوق وبدأ يأخذ مجراها إلى أعلى. نعم أحمد، باختصار لو تكرمت، كيف يمكن أن نقيم اليوم تحركات المؤسسات الأجنبية من جهة، وأيضا ما يقابلها من دعم مفترض من المؤسسات المحلية؟ يعني شوف، نحن إذا بدنا نأخذ الصورة السريعة بآخر يومين أو 3 أيام بنشوف أنه كان في بيع من المحافظ الأجنبية. بجلسة الأمس كان في بيع يقترب من حوالي 60 مليون ريال صافي بيع المحافظ الأجنبية. يوم قبله يوم الأحد كان تقريبا 40 مليون، بينما المحافظ المحلية كانت عم تشتري بجلسة الأمس حوالي 23 مليون صافي شراء، وباليوم السابق له حوالي 18 ل 20 مليون. حتى يوم الخميس كان عندنا بيع قوي من اللاعب الأجنبي وأيضا شراء جيد حوالي 32 ل 33 أو 34 مليون من المحافظ المحلية. هيدا على المستوى القصير بالأيام السابقة، إذا ولكن نحن ما فينا نفصل الصورة من بداية العام. من بداية العام أيضا كان اللاعب الأجنبي بوقت عم بفوت المؤسسات الأجنبية بمراحل شراء، وكانت المحافظ القطرية أو المحلية ببعض الأحيان عم بتقوم بالبيع. بالفترة الأخيرة مع هذا النزول القاسي والقوي والضغط الكبير، هو ضغط واضح من المؤسسات الأجنبية. نحن ما بدنا ننسى أنه هذا الضغط قد لا يكون مجرد ضغط، لأنه نحن عندنا تطبيقات لمؤشر مورغان ستانلي مع نهاية الشهر الحالي، وبالتالي ممكن تكون المحافظ المصاحبة عم تتحرك بناء لتخفيض أوزان أو غيره،
ليس هناك من أي إعلان رسمي، لأنه موضوع تخفيض الأوزان بتم الإعلان عنه بعد تطبيقه، ولكن حتى الآن في لاعب أجنبي عم بيتحرك بالبيع تقريبا بآخر 3 أو 4 جلسات، وهودي هن اللي عم بسببوا ضغط رئيسي على السوق. المحافظ المحلية عم تشتري، ولكن لم تستطيع خلال الأيام السابقة بأن تغلق الفجوة، دائما عم بيكون شراءة أقل من صافي بيع المحافظ الأجنبية. شكرا لك أحمد عقل، محلل الأسواق المالية، والشكر موصول للسيد يوسف بحليقة من بورصة قطر، المحلل المالي. موضوع آخر مشاهدي الكرام، انطلقت اليوم في الدوحة قمة جوجل كلاود للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق المنطقة السحابية في قطر. يجمع هذا الحدث نخبة من الخبراء والمتخصصين للتعاون فيما بينهم لمناقشة أحدث اتجاهات التكنولوجيا واستعراض وجهات النظر المختلفة والوقوف على مستقبل السحابة في الدولة والمساهمة في جلب الابتكار إلى المنطقة وتعزيز قابلية التوسع في هذا المجال. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من استاد 974 الزميلة رانيا خنفر. صباح الخير رانيا، إليك التفاصيل. صباح الخير لك مروان وللمشاهدين الكرام. نعم، انطلقت قبل قليل قمة جوجل كلاود بحضور أصحاب السعادة الوزراء ونخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة أحدث اتجاهات وابتكارات التكنولوجيا واستعراض وجهات النظر حول مستقبل السحابة الإلكترونية في الدولة والمساهمة بالتأكيد في جلب الابتكار إلى المنطقة وتعزيز قابلية التوسع في هذا المجال. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وقمة جوجل كلاود بالتحديد، نشرك معنا السيد عبد الرحمن الذهيبان مدير عام شركة جوجل كلاود لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا. صباح الخير سيد عبد الرحمن، حدثنا أكثر عن قمة جوجل كلاود وهدفها، وتحديدا بعد انطلاق هذه القمة والمنطقة السحابية في قطر. السلام عليكم، صباح الخير، شكرا على الاستضافة. قبل قليل تم تدشين القمة الدوحة للحوسبة السحابية. القمة هذه بيتم الإعلان عنها بعد سنة من تدشين مركز بيانات الحوسبة كأول مركز بيانات في المنطقة تم في الدوحة قبل سنة من الفترة الماضية. هدفنا نسعى من خلال تقديم الحلول إلى مساعدة العملاء في قطر والمنطقة للاستقطاب أحدث ما توصلت إليه تقنية الحوسبة السحابية لمساعدتهم في التحول الرقمي والاستفادة من الاستثمار القائم على مجال الذكاء الاصطناعي والحلول الجديدة القادمة. خلال هذه السنة تم تطبيق وعمل جلسات تدريبية عملية مصممة لتزويد المؤسسات والموظفين بمهارات سحابية متنوعة. ما أهمية هذه الجلسات؟ طبعا وجود أحدث تقنية زي ما تقدمها جوجل كلاود بيعتمد أساسا على الكفاءات، فاحنا بننظر للكفاءات كعامل مهم لإتاحة الخدمات اللي احنا بنقدمها. قبل إعلاننا على تدشين مركز الحوسبة السحابية في الدوحة، قبل فترة تم الإعلان عن تدشين سنتر اوف اكسلنس، هذا بيسعى لتدريب الكفاءات. الآن خلال سنة ونص الماضية تم تدريب أكثر من 6500
متخصص في مجال الحوسبة السحابية. هدفنا من هذا تقديم الحلول، مساعدة الشركات، مساعدة الأفراد، مساعدة القطاع الحكومي باستقطاب أحدث ما توصلت إليه تقنية المعلومات في مجال التحول الرقمي، في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة السحابية اللي أصبحت الآن من أهم الروافد اللي بيعتمد عليها الاقتصاد الرقمي في المجتمعات. هذا هو سؤالي التالي، يعني نسمع دائما التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي وهذه المواضيع الدارجة في هذا الوقت. حدثنا عن هذا الموضوع، الإيجابيات والسلبيات وكيف يمكن الاستفادة منها. طبعا الذكاء الاصطناعي مر بأكثر من مراحل، يعني الذكاء الحين بنتكلم عن الآن عن الجنراتيف اي اي. خلال الأشهر الماضية تم تطوير أو تم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بداية بأنه ينظر له كعامل بريدكشن، بيعطيك التوقعات اللي تقدر تستفيد منها. بعد كده دخلنا في مرحلة ثانية بتقديم الإجابات على أسئلة لم يتم أسئلتها. الآن بتكلم على جنراتيف اي اي. جنراتيف اي اي مختلف عن الماضي، بيساعد الشركات، بيساعد الأفراد، بيساعد حتى موظفين الشركات على مدى الاستفادة من الحلول ممكن اللي بيقدر يقدمونها، وبتساعدهم في عملية الإنتاجية أو عملية حتى الخدمات سواء في القطاع الطبي أو قطاع المصرفي أو أكثر من القطاعات. فمهمية الذكاء الاصطناعي بيعتمد بأكثر مراحل. أول شيء بيعتمد على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى لازم يكون هناك بنية تحتية قادرة على مواكبة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وهذا ما قدمناه في قطر بوجود مركز بيانات الحوسبة السحابية. الشيء الثاني اللي هو التدريب أو الكفاءات، وهذا اللي برضو قدمناه على سنتر اوف اكسلنس. العامل الثالث والمهم اللي بيعتمد على الريجوليشن والبولسي، اللي هي لازم يكون فيه هناك أنظمة لتدار لمعالجة الاستفادة من الحلول الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي ممكن يكون سلاح ذو شقين، لكن الفائدة الأكبر منه أو الفائدة الأكبر هي الفائدة اللي بيقدمها للمستخدمين، للحكومات، للشركات، بزيادة الإنتاجية، بزيادة الكفاءات، بزيادة المؤهلات. القمة اليوم أيضا تتضمن مشاركة مجموعة من الشركات التي لديها أكشاك كما لاحظنا من ضمن هذه القمة. ما الهدف من وجود هذه الشركات وكيف يمكن المساعدة في تحقيق الأهداف السحابية؟ طبعا الآن في خلال المعرض هناك أكثر من 25 عارض. العارض ذول يعتبرون موزعين لجوجل كلاود في المنطقة، بعضهم محليا، بعضهم إقليميا، بعضهم عالميا. وجود شركات أو وجود شركاء على هذا المستوى في قطر التواجد الحالي بيتيح الفرصة إلى استقطاب بعض المؤهلات أو بعض النجاحات اللي تم استقطابها عالميا، إقليميا، أو في المنطقة لعملاء في قطر أو المنطقة الأخرى. كل الشكر لك السيد عبد الرحمن الذهبان، مدير عام شركة جوجل كلاود لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا. إذن كما تابعنا مشاهدينا الكرام، فإن هذه القمة عقدت اليوم احتفالا بالذكرى السنوية الأولى لوجود جوجل كلاود في منطقة قطر، وأيضا لتعزيز قابلية التوسع في هذا المجال في المنطقة، ولجلب الابتكارات للمنطقة، وأيضا كما ذكرنا لتعزيز التوسع في هذا المجال ولمناقشة أحدث الابتكارات. إليك مروان. كل الشكر لك زميلة رانيا خنفر. نتابع معكم مشاهدة الكرام فقرات جلسة الأعمال، والآن مع هذه الجولة الإخبارية. أعلنت دولة قطر عن مساهمتها بمبلغ 75 مليون دولار لدعم الجهود والتدخلات الإنسانية لصالح الشعب السوري الشقيق، تضاف إلى مساهماتها خلال السنوات الماضية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها سعادة السيدة لولو بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية أمام مؤتمر المانحين لسوريا الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. أعلن اليوم عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 75 مليون دولار تضاف إلى مساهماتها خلال السنوات الماضية، وذلك دعماً للجهود والتدخلات الإنسانية لصالح الشعب السوري الشقيق
آملين أن يسفر اجتماعنا هذا اليوم عن تقديم تعهدات مالية مناسبة، وأن لا يؤثر تعدد الأزمات الإنسانية على تعهداتنا جميعا تجاه سوريا وشعبها. أعلنت إدارة الرخص السياحية في قطر للسياحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية. وأفاد بيان لقطر للسياحة بأن تسهيل إجراءات التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية تشمل التنزيلات الموسمية والتخفيضات الخاصة بالمهرجانات والتخفيضات الخاصة بعملاء ولاء والعروض الترويجية العروض الخاصة، وتلتزم المبادرة بجميع اللوائح والإجراءات القانونية المعمول بها لضمان سلامة وسلاسة عملية إصدار التراخيص. أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق برنامج الابتعاث المهني للموظفين القطريين الراغبين في الانضمام إلى الوزارة والجهات الحكومية الأخرى في القطاعات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات القوى العاملة وتعزيز كفاءتهم لقيادة التحول الرقمي في قطر مع التنامي الكبير الذي يشهده القطاع التكنولوجي، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والأجندة الرقمية 2030. ويمتد برنامج الابتعاث المهني من شهرين إلى عام حسب برنامج كل شريك من شركاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالميين مثل جوجل ومايكروسوفت وسيسكو وأوراكل وساب. اختتمت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات الدورة التدريبية لتأهيل وتطوير الإمكانيات الريادية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نظمتها بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني ضمن برنامج لأنك تقدر نسخة ريادة الأعمال. وهدفت الدورة من خلال العروض التوضيحية والتطبيقات العملية والإرشاد والتوجيه المهني إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال ريادة الأعمال ودعمهم لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى أعمال ومشاريع ناجحة. أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية نجاح دولة قطر في تطوير بنية تحتية رقمية رائدة انطلاقا من إيمانها بأهمية الاقتصاد الرقمي في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنويع الاقتصادي في ظل رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب مشاركته في الاجتماع 36 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ومنتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي اللذين عقدا في العاصمة الأردنية عمان. وأضاف سعادته أن هناك اهتماما كبيرا من جانب رواد الأعمال القطريين بالاستثمار في مشاريع الاقتصاد والتجارة الرقمية، منوها بأن التجارة الرقمية حققت نموا كبيرا في قطر. موضوعنا الأخير، تحول سهم شركة إنفيديا العملاقة في صناعة الرقائق والمدرجة في وول ستريت إلى مرآة لمستقبل صناعة الذكاء الاصطناعي عالميا من خلال نمو متسارع في سعر السهم الذي ارتفع بنحو 120% منذ مطلع العام الحالي.
يعول كبار المستثمرين في الصناعة بمن فيهم المنافسون على الشركة لتصنيع أشباه موصلات قادرة على الانتقال لمرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. وخلال وقت سابق من العام الجاري اقتحمت انفيديا النادي الحصري للشركات التي تبلغ قيمتها السوقية تريليوني دولار فأكثر، لتستقر في نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2,550 مليار دولار. وتنظر شركات التكنولوجيا بما فيها العملاقة إلى سهم انفيديا على أنه مرآة أو مؤشر لمستقبل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، كونها الشركة الأمريكية الأكثر إنتاجية وتسليما لأشباه الموصلات المتقدمة. للمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد محمد الخواجة، المتخصص بالتحول الرقمي والتقنيات الذكية من عمان. مرحبا بك سيدي. نود أولا أن نوضح للمشاهد العلاقة ما بين صناعة الرقائق والمعالجات وتقنية الذكاء الصناعي، ولماذا هذا الهوس العالمي الكبير بها؟ صباح الخير جميعا. في الواقع لقد كنت سعيدا بتغطية أخبار إنفيديا في السابق بحكم أنها رائدة صناعة الرقائق الرقمية كما تفضلتم في العالم اليوم. ومن أبرز ما يسبب هذا الهوس برأيي أننا نجد أنفسنا اليوم أمام ثورة في الذكاء الاصطناعي لن تتحقق إلا بوجود معالجات هذه المعالجات، وهي البنية التحتية التي نحتاجها لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعددة، الروبوتات المتعددة والقطاعات المختلفة. أود أن أنوه أننا نحتاج إلى نوعين من الرقائق أو إلى نوعين من خدمات الذكاء الاصطناعي: خدمات تطور نموذج الذكاء الاصطناعي، أي تصنع شيء ما يشبه العقل البشري لكنه ذكي، فبناء النموذج بحد ذاته وتطويره وتعليمه كما نعلم الأفراد والطفل وكما نعلم الإنسان بشكل أو بآخر ولكن بشكل متسارع بالفعل. هذا يحتاج مجهود كبير ومعالجات ضخمة، ولذلك تتطلب معالجات انفيديا. وايضا عرض هذه النماذج للمستخدمين، ملايين المستخدمين حول العالم ليتعاملوا معها ويستخدموها في تطبيقات مختلفه، ايضا يتطلب سرعه معالجه ضخمه ودقه وسرعه رد سريع من هذه المعالجات حتى تقدم خدمه مقنعه ومجزيه للجمهور المستهدف. نعم سيد محمد، ما الذي قدمته انفيديا لهذه الصناعة الواعدة والاستراتيجية ويمكنها اليوم من تصدر المشهد العالمي؟ نعم، انفيديا في الواقع بدأت بتطوير معالجات الرسوميات، وهي أكثر المعالجات تعقيداً، الجي بي يوز التي نسميها الجي بي يوز، الجرافيكال بروسيسنج يونتس. هذه الجي بي يوز أو معالجات الرسوميات هي كانت الأعقد في معالجة البيانات الأضخم في الأجهزة البسيطة وفي الخوادم الضخمة أيضا. لقد نجحت إنفيديا في إعادة موائمة معالجاتها خلال العام الماضي والعام الحالي بشكل كبير حتى تصبح الأكثر كفاءة. فمثلا هي الأكثر كفاءة من ناحية قدرة إجراء معالجات في الثانية الواحدة، هي الأكثر كفاءة أيضا في تعاملها مثلا مع استهلاك الطاقة. نعلم أن هذه المعالجات مستهلكة كبيرة للطاقة، كيف تستطيع بناء معالج ذو كفاءة عالية بأقل استهلاك للطاقة، بأقل إصدار للحرارة أيضا والحاجة للتبريد إلى آخره. كل عوامل الكفاءة هذه نجحت إنفيديا بالفعل بهندسة معالجات تنال احترام الجميع. ولذلك إذا نظرنا إلى زبائن إنفيديا نعرف كم قدمت إنفيديا لقطاعات عديدة، من شركات السيارات مثل تسلا إلى الشركات الكبرى مثل جوجل وميتا وإلى آخره، شركات صناعات الأجهزة المنزلية والتقنيات المنزلية التي تغزو منازلنا اليوم والتي تصبح أكثر ذكاءً بوجود تقنيات إنفيديا وشرائح إنفيديا. لذلك نجد أننا أمام
ثورة حقيقية، وإنفيديا تشكل البنية التحتية لهذه الثورة في قطاعات عديدة. نعم، دول كبرى على مستوى العالم تعلن سيد محمد بشكل دوري عن استثمارات بعشرات ومئات المليارات في تصنيع الرقائق وأشباه الموصلات. لماذا تحتاج هذه الصناعة إلى هكذا استثمارات ضخمة؟ في الواقع صناعات أشباه الموصلات بشكل عام وهذه المعالجات بشكل أو بآخر هي صناعات تكاد تكون نادرة، وما زلت أعتقد أنها تكاد تكون أشبه بالأسرار العسكرية إلى حد ما، لأن الفابريكيشن أو بناء هذه المعالجات يتطلب تقنيات أتمتة عالية جدا، ليست مهام يمكن أدائها بشكل يدوي مثلا في مصانع عادية، هي مصانع جدا متقدمة، أكاد أعتبر أنها مصانع تنافس إنتاج قد يكون صناعة الفضاء مثلا أو صناعات النووية على سبيل المثال. كل هذه الصناعات هي صناعات متطورة جدا تتطلب مجهود أوتوميشن أو مجهود أوتوماتيكي عالي جدا، وبالتالي يتطلب أيضا وجود مواد نادرة مثل السيميكوندكترز وأشباه الموصلات وبنائها بشكل فعال، وهذا بالفعل يحتاج إلى مجهود غير منتشر عالميا، تكاد تكون الشركات محدودة في الصين تشتغل بشكل احتكاري لشركات أمريكية عديدة وبعض الشركات الأوروبية، لذلك نجد أن هذه الصناعة محصورة في دائرة صغيرة من الشركات في العالم، قد تكون من أصغر الدوائر التي تؤثر في مستقبل البشرية على شكل أو لآخر. نعم، طيب ما هو الجديد الذي ينتظر يعني أن يعلن عنه قريبا فيما يتعلق بصناعة الرقائق والمعالجات؟ وكنا قد تابعنا إطلاق معالج جديد من إنفيديا في فبراير الماضي، أحدث ثورة كبيرة وقفزة في سعر السهم وقتها. الكل في الواقع يعيش حالة من الذهول أمام إنفيديا، معظم الذين كانوا يراهنون على أن عهد إنفيديا سينتهي مع الربع الأول من هذا العام الآن يعيدون حساباتهم ويقولون إنفيديا تستمر بالتطور وإخراج ما هو جديد. مثلا بلاكويل تفوق على جراس هوبر المعالج الذي قبله بالأداء بشكل كبير جدا، كان الكل يعتبر أن بلاكويل سيكون معالج عادي أفضل بشكل بسيط من المعالج الذي قبله والذي أعلنت عنه إنفيديا مؤخرا بفبراير كما تفضلت. لذلك نجد أنفسنا أمام ثورة حقيقية، إنفيديا ما زالت تبهر الجميع بتقنيات متعددة في المعالج، وبالتالي تبهر أيضا الجمهور المستهدف أن إنفيديا أصبحت تفكر في التطبيقات بشكل مباشر. إنفيديا لم تعد محصورة في بناء المعالج بحد ذاته، بل أيضا أصبحت تبني معالجات موائمة لتطبيقات طبية معينة بالشراكة مع شركات أجهزة طبية كما حصل في المؤتمر ذاته، وأيضا شراكات مع شركات سيارات مثل تسلا. الآن إنفيديا بدأت تصنيع لتسلا لتقود ثورة لربما في الموبيليتي والنقل من خلال الشراكة هذه مع تسلا وشركات السيارات الأخرى أيضا. نعتقد أننا أمام ثورة حقيقية، تسلا تبني شراكات مع لاعبين أساسيين في قطاعات متعددة حتى تحقق هذه الثورة نتاجها عند البشرية. نعم، هل يمكن القول أنه ما زال هناك مجال متاح للمساهمة العربية في مجال الذكاء الصناعي، سواء أن تحدثنا عن التصنيع أو البرمجة؟ صراحة في مجال البرمجة على وجه التحديد، وهي أعتبر أننا في العالم العربي نقود خطوات جيدة، هناك مبادرات وطنية قوية مثل في قطر الذكية، ومبادرات حكومية ووضع سياسات حقيقية لدعم الشركات الناشئة. ما زلت أعتبر أن تجاوب الشركات الناشئة في العالم العربي محدود، لكني متفائل من وجود قرارات وسياسات حكومية مواعدة في قطر الذكية على سبيل المثال، وإحدى المبادرات في قطر، وأيضا في دول عربية مجاورة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، التي تسعى جميعا إلى إنشاء بيئة تشجع الشركات الناشئة العربية لتطوير تقنيات ذكية. بالواقع ما زالت مبادرات الشركات، وهي ردة فعل السوق إلى حد ما أقل من المتوقع في العالم، لكني أتوقع مع وجود هذه السياسات والتحفيزات أن نجد قصص نجاح أكبر وأكثر بإذن الله. سيد محمد الخواجة، المتخصص في التحول الرقمي والتقنيات الذكية من الأردن، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. إلى هنا مشاهدي الكرام، نصل وإياكم إلى ختام جلسة الأعمال لهذا اليوم، نلقاكم غدا في ذات الموعد 9:30 بتوقيت الدوحة. نشكر لحضراتكم طيب متابعتكم، نترككم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.